السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة أكلنا بالمصري. معكم هويدا محمود، وإن شاء الله النهاردة هنعمل صنف حلو. هنعمل فطير الفطاطري اللي بالكسر. دي فطيرة المصيف الشهيرة، لازم لما بنكون في المصيف نطلب الفطير الحلو اللي بالكسر، بالمكسرات، بالكريمة، بالقشطة، بالعسل، بأي إضافة، لكن الأساسي هو الفطيرة الحلوة. النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة قوي وبمكون واحد بس، من غير ما نعجن ومن غير ما نفرد ومن غير ما ناخد وقت خالص ولا غلبة. طريقة النهاردة بسيطة قوي، لكن أهم حاجة الطعم. الطعم هيطلع ينافس فطيرة الفطاطري فعلا. هتجربوها وهتعرفوا بنفسكم، وندخل في المقادير على طول ونقول بسم الله. وأول حاجة أنا هبدأ بيها الخلطة اللي هستخدمها، وبحتاج لنص كوباية من الحليب. اي نوع موجود عندي ينفع، سواء البودرة، الحليب الفريش او المعلب. هناخد بس نص كوباية، وهنضيف لها كوباية من الزبادي البلدي او زبادي الشركات. بعد كده هحتاج لمعلقتين كبار من السكر العادي او السكر البودرة. المهم ان احنا هنقلب السكر، لو السكر عادي يعني، هنقلبه كويس قوي لحد ما يدوب مع الحليب والزبادي، والزبادي كمان نخلط حلو قوي كده لحد ما يدوب معانا ويبقى زي الكريمة. ضفت في الاخر نص معلقة من البيكنج باودر، والاضافة دي علشان تخلي الطبقات بتاعت العجين كده مورقة شوية. احتجت كمان كمية من الزبدة، يعني مكعب كبير من الزبدة، ومعاه حوالي 3 معالق كبار من الزيت. حطيت الزبدة على نار هادية كده علشان تفك. بعد كده هنحضر الحشو اللي هو الكاستر. معايا 2 كوباية كبار من الحليب، وهحتاج لمعلقتين كبار مليانين من بودرة الكاستر. احنا نقدر طبعا نستخدم اي حشو عندنا، ممكن نستخدم الكاستر او المهلبية او القشطة، او نعملها سادة خالص ونحط اضافات على الوش، يعني اي حاجة احنا بنحبها هنستخدمها. حطيت مع الحليب 3 معالق كبار من السكر وقلبتهم كويس قوي على البارد. بعد كده هنرفع الخليط على النار، نار برضو هادية، نار متوسطة، ونقلب باستمرار لحد الكاستر ما يستوي. ولازم نوصله للدرجة دي علشان يستوي كويس، اللي هي درجة الغليان. بعدها على طول نبتدي بقى نحضر الفطيره، وبحتاج للفه جلاش، وده البديل بتاع العجين. يعني بدل ما انا اعجن واقطع عجينه وافرد واخد وقت، لا، لو حابين نعمل فطيره بشكل سريع يبقى هنستخدم لفه جلاش، ودي هنعمل منها فطيرتين. قسمت اللفه لنصين، والنص اللي انا هستخدمه في الاخر ضروري احطه في الكيس كويس واقفل عليه علشان لما اجي استخدمه يبقى معايا طري، لان لو سبته في الهوا يعني هيبقى عبارة عن لفة قراقيش، هيبقى الورق بتاع الجلاش مقرمش جامد وناشف ومش هنعرف نستعمله. اللفة هنعمل منها صينيتين، اي مقاس عندنا ممكن ان احنا نعمل بيه. انا هستخدم صينيتين مقاس 30 ومقاس 28، ممكن نستخدم مقاس اقل من كده. باخد نص لفة الجلاش، وهبتدي دلوقتي اخد ورقة ورقة افردها في الصينية برضو، يعني بنسبة كبيرة، مش هفردها للاخر قوي، بسيب جزء من الورق بره الصينية. بمسح عليها بفرشة من الخلطة، ما نحاولش في الطبقتين اللي هنستخدمه في الاول نحط خلطة كتير علشان ورق الجلاش مننا ما يبوش جامد. طيب احنا مش هنقسمها بالنص قوي، انا دلوقتي بتكلم على الجزء اللي احنا هنعمل بيه الصينية الاولى. عدد الورق ده وليكن مثلا 10 ورقات، هناخد منهم 8 ورقات هنحطهم تحت، بعد كده هناخد ورقتين بس نحطهم فوق على الوش، لان الجزء اللي بره ده كله احنا هنطبقه وهيبقى فوق الحشو، فاحنا مش عايزين الجزء اللي تحت يكون رقيق علشان ما يبش خالص من الحشو. تمام. طيب احنا كده بنحط كل ورقة من الجلاش، وممكن بعد 3 ورقات كده مثلا نحط واحدة في النص. الحروف بتاعت الجلاش هندهنها برضو بالخلطة اللي احنا عاملينها، ما بين كل ورقة والتانية بنرش بالفرشة كده رشة من الزبدة، او بنمسح بالفرشة. بعد كده خلاص كده احنا اخدنا حوالي 3/4 كمية الورق. بنفرد الحشو اللي هو حشو الكاستر او المهلبية او ايا كان اللي احنا هنستخدمه. بنوزع الزبيب، برضو ممكن نستخدم جوز هند. انا نص الصينية بس هرش فيها جوز الهند، لان مش كل اللي في البيت بياكله، فانا عملت نص واحدة كده، والنص التاني هيبقى بالكاستر والزبيب بس. والفطيرة الاخيرة هعملها بالكاستر بس سادة، يعني مش هحط له ولا زبيب ولا جوز هند.
هبتدي بقى بعد ما وزعت الحشو اطبق الورق بتاع الجلاش اللي كان بره الصينية، برضو كل جزء هطبقه على الحشوة، همسح عليه بالخلطة وهمسح برضو بفرشة من الزبدة. في الطريقة بتاعت النهاردة انا سبت الزبدة لوحدها لان كمية الزبدة دي ممكن ما استعملهاش كلها مع الفطيرة، فانا ما حبيتش ان انا اخلطها مع الخلطة زي ما عملت في الفطير الفلاحي اللي احنا برضو استخدمنا فيه الجلاش. فممكن لو حابين ان انتوا تضيفوا للخلطة معلقتين كبار من الزبدة وندهن بيها مرة واحدة بدل ما نحط طبقتين زي ما تحبوا. كده انا طبقت الحروف كلها وسبت ورقتين للاخر خالص، حطيتهم على الوش. بعد كده هبتدي اطبق الحروف لجوه زي ما انتوا شفتوا كده، حتة من الحرف بتاع الورقة كان ناشف شوية لكن طبقت الباقي، ودخلت الصينية على درجة حرارة 240 او ممكن 220، المهم ان الفرن يكون سخن جدا، بتقعد حوالي 10 دقايق، بحطها على الرف اللي في النص. ده شكلها بعد حوالي 7 دقايق اخدت لون بسيط، هسيبها شوية كمان لحد ما توصل للون الذهبي ده. ممكن تقعد اكتر من كده لو الفرن عندكم هادي شوية، لكن ما نحاولش ان احنا نسيبها في فرن هادي لان هي هتنشف خالص. ده شكل الفطيرة بعد ما طلعتها من الفرن، طرية جدا مرينة، ريحتها خطيرة بجد. اول ما بتطلع بنرش عليها السكر البودرة، وبعد كده بنستعمل الحليب، رشة كده من الحليب. ودايما انا بشوفهم في محلات الفطاطري بيستخدموا حليب بخيره، فجبت نفس النوع واستخدمته بنفس الطريقة. الفطيرة دي جميلة جدا جدا سهلة، ما اخدتش مننا وقت خالص، كل اللي عملناه ان احنا حضرنا الكاستر بس، ويدوبك رصينا الفطيرة في الصينية وحطينا الحشوة، ما اخدتش في الفرن وقت كتير لكن طلعت بطعم هايل. واكد لكم ان طعمها فعلا هينافس طعم فطير الفطاطري، هتجربوا هتعرفوا بنفسكم قد ايه هي جميلة جدا جدا. وهنتحكم بقى في الحشو اللي جوه حسب ما احنا بنفضله، يعني لو بتحبوا الزبيب وجوز الهند هنستخدمه، ما بنحبوش يبقى هنستعمل الكاستر بس. لو عندنا علبة من القشطة نقدر نوزعها على الوش مع الحليب. ممكن كمان نبدل السكر البودرة بالشربات، لو عندنا شربات خفيف نقدر نرش على وش الفطيرة برضو هيدينا طعم هايل. الكاستر انا ما احتاجتش ان انا استعمل معاه فانيليا، لو انتوا هتعملوا مهلبية في البيت ممكن تضيفوا لها كيسين من الفانيليا وهتديكم نتيجة ممتازة جدا. دي الفطيرة الاولى، بعد ما خلصتها حبيت اوريها لكم قد ايه هي طرية وقد ايه مستوية كويس، طعمها جميل جدا جدا. وبعد كده عملت الفطيرة التانية، بس انا عملتها بحشو الكاستر بس. الكاستر طبعا لما سيبته جمد شوية لكن بحاول ان انا اوزعه بالاسباتولا وبكمل بنفس الخطوات. ده شكل الفطيرة بعد ما طلعت من الفرن، برضو رشيت عليها سكر وشوية من الحليب. طريقة النهاردة سهلة قوي وسريعة، لجوع اخر الليل اللي ملوش نهاية، لما نحب نعمل حاجة حلوة نقدر بلف الجلاش نعمل فطيرتين بشكل سهل وسريع، ونتيجة جميلة جدا جدا. فطيرة النهاردة فطيرة ممتازة جدا جدا في تحضيرها وفي طعمها وفي النتيجة، كل حاجة فيها حلوة. اتمنى فعلا تجربوا طريقة النهاردة، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. واتمنى لو عجبتكم طريقتي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكل اللي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك فيها. السلام عليكم ورحمة الله.